الرؤية المستقبلية. خلينا نتكلم ان احنا اتعلمنا ايه من الازمات المركبة اللي مرت على الاقتصاد العالمي او اللي شفناها، بدءا من ازمة كوفيد، سلاسل الامداد، بدأنا نتكلم بعدها في ازمة التضخم، ارتفاع اسعار المحروقات، وكان بالنسبة لنا سلاسل الامداد هي اهم حاجة. انا عندي اهداف، ايه هي الاهداف؟ عايز اوصل لحجم صادرات 100 مليار، بس انا تأثرت جدا خلال الفترة اللي فاتت من الأزمات المركبة اللي هي تعتبر بالنسبة لي أزمات قادمة ليا من الخارج ما كانش لينا يد فيها. طيب هنعمل إيه؟ أو هي إيه رؤيتنا للفترة اللي جاية؟ إحنا محتاجين نعمل إيه؟ بدأنا نحلل أكتر حاجة أثرت على القطاع الصناعي، لقينا أن مستلزمات الإنتاج عندنا كان فيها تأثر شديد، يا إما بقى التضخم، يا إما النهاردة بأنها مش موجودة في سلاسل الإمداد بتاعتي، ودي كانت مشكلة أساسية يمكن هي اللي خلت النهاردة في تباطؤ في نسبة النمو الصناعي. النقطة الثانية، لقينا أن في خريطة العالم الصناعية بتتغير تماماً، في اقتصادات أو صناعات قايمة في دول بتهاجر أو بتترك تلك الدول دي وبتروح دول تانية، وفي النهاردة نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة. طب إحنا دورنا هيكون إيه؟ ولقينا أن العالم كله بيسعى لتطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، بل بالعكس ده أكتر من مرة في دول غيرت استراتيجياتها للصناعة. طيب هنقف النهاردة مكتوفين الأيدي، أو إحنا ناويين نعمل إيه؟ أنا علشان النهاردة أقدر أوصل للمئة مليار صادرات، محتاج النهاردة أن أنا أقدر أنافس، محتاج النهاردة أن أنا أعرف أدخل الأسواق دي، محتاج النهاردة أن أنا أتحكم في جودة منتجي، فمحتاج النهاردة أن أنا أكون عندي مستلزمات الإنتاج. عندي مستلزمات الإنتاج اشتغلنا على محورين، المحور الأول هو الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودي إن شاء الله يعني قبل نهاية أكتوبر هتكون موجودة وحددنا أهدافنا فيها. لو أنا بتكلم النهاردة أن قطاع الصناعة بيساوي 20% من المكون الاقتصادي، النهاردة هل هو هيكون أو هنقدر نوصل ل 20% من القوى العاملة؟ هل هو هيكون النهاردة هيساهم بالتصدير بإيه؟ إيه هي الصناعات اللي أنا محتاجها؟ إيه هي التحديات اللي حطتها الدول الأخرى النهاردة بعد ما غيرت من استراتيجياتها؟ وبقى النهاردة عندي حدود على الصادرات بتاعتي في مجالات عديدة، كل واحد أو كل دولة كانت بتلجأ أنها تحمي صناعتها بشكل واحد. ده اللي هنشوفه يعني خلال الشهر ده إن شاء الله، أقل من 3 أسابيع وتطلق الاستراتيجية. النقطة الثانية هي مستلزمات الإنتاج. إحنا حددنا النهاردة، حللنا الواردات على 4 سنين متتابعة، وحددنا 152 فرصة استثمارية. ال 152 فرصة استثمارية دول هم أغلبيتهم مستلزمات إنتاج داخلة في الصناعة، أو حاجة هتحقق لي حاجة من اتنين، يا إما أنها تكون مستلزمات إنتاج داخلة في الصناعات الغذائية علشان النهاردة أقدر أوصل للأمن الغذائي وما تأثرش بأي يعني هزة جديدة أو أزمة جديدة عالمية تحصل، و النهاردة مستلزمات إنتاج تخص التصنيع الدوائي، ودول أهم حاجة. فإحنا النهاردة 152 فرصة مبنيين على 3 حاجات: مستلزمات إنتاج، مستلزمات إنتاج للأمن الغذائي أو تحقق للأمن الغذائي، والأمن الدوائي. طيب مستلزمات الإنتاج اللي أنا بتكلم فيها علشان محدش يفهم كلامي بطريقة غلط، أنا ما بعملش إحلال واردات، لا من قريب ولا من بعيد، ومحدش بنتكلم فيها على إحلال واردات. إحنا بنتكلم على صناعات مستهدفة أنا محتاجها النهاردة علشان أحافظ أو يكون عندي صناعة قوية، صناعة مستدامة تتأثر لا تتأثر بالصدمات. بدأنا فعلا، بس بدأنا يعني يمكن بطريقة
يعني ما كانتش الأول، كنا بنشتغل في كل الاتجاهات في وقت واحد، فخصصنا 160 قطعة أرض مساحتهم حوالي 1.25 مليون باستثمارات، ده طبعا في المجال 250 فرصة اللي أنا بتكلم فيهم، 17 مليار جنيه، عدد العمالة المتوقعة فيهم 26 ألف عامل، ودول هيحققوا لي تقريبا 9% من التارجت الأول بتاعي. التارجت الأول بتاعي إن إحنا النهاردة مجموعة 152 فرصة دول ده حجم واردات ب 25.7 مليار دولار، اخترنا منهم في الأول 12 مليار دولار، دول بيمثلوا 9% منها، يعني حوالي 1.1 مليار دولار هيبقى عندي بيوفروني في الميزان التجاري بتاعي. حددنا سلاسل القيمة، ده مثال لبعض الفرص اللي موجودة. أنا عندي النهاردة واردات زي ما ذكرت لحضراتكم، الحاجات اللي أنا كان ليها أهمية بالنسبة لي هي الأدوية واللقاحات والأمصال، عندنا حجم واردات بحوالي 4.1 مليار دولار. بوليمرز، البوليمرز واللدائن 3.8 مليار، اشتغلنا في مشاريع تانية أخرى، الأسمدة الفوسفاتية، الورق إلى آخره.